ما هو الوقت المحدد للنوم؟ الوقت المحدد للنوم الساعة 11 تماما. أين تنام يا أخ؟ أنام في قاعة المدرسة. وأين مسجعك؟ مسجعي أيضا في القاعة. هل تتوضأ قبل النوم يا أخ؟ نعم أتوضأ قبل النوم، فعند الوضوء قبل النوم من السنة. هل تقرأ أدعية المسنونة قبل النوم؟ نعم أقرأها بالمواظبة قبل النوم. من ينام جنبك يا أخ؟ ينام جنبي الأخ محمد. هل هو يشكر في النوم؟ نعم هو يشكر كثيرا. ألا تنزعج من تشخيره؟ بلى أنزعج كثيرا ولا أستطيع أن أنام. مع السلامة. مع السلامة.